رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا من بعد هالفاصل، ولكن مع ضيفتنا لليوم نورتنا وتكون معانا، راح نتكلم معاها عن المشاكل النفسيه وطريقه علاجها. معنا الدكتوره سعاد البشر، دكتوره في علم النفس الكلينيكي واستاذ مساعد بكليه التربيه الاساسيه. امانه نتشرف في تواجدك ويانا في برنامج الديره. يا هلا بك. الله يسلمك، حياكم الله. مساك الله بالخير دكتوره. واليوم عنوان حلقتنا برنامج الديره النجاح، واتوقع انت خير مثال من طبق هذا الشيء ومن خلال نقول وصولك إلى ما أنت عليه الحين. نعم. نبي نعرف بداياتك دكتورة. نعم. أول شيء أشكركم على هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، كل الفضل والخير اللي احنا فيه من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تشجيع طبعا اللي محيطين فينا. وما انسى يعني الوالد الله يغفر له ويرحمه، كان دائما يشجعني من يوم انا صغيره، وكان يعني لقب الدكتوره كان على طول يسمعني اياه، مع انه ما كانت في ملامح ابدا، يعني كبرت وتزوجت وانا صغيره وما كان في اي ملامح للدكتوره، لكن سبحان الله فعلا يعني كانه كان يزرع فيني شيء انا ما كنت ادري شنو هو، اللي هو اعتقد انه كان هو الطموح والاصرار. وحتى لو الانسان يتوقف فتره من الزمن وتصير له ظروف معينة في حياته، هذا مو معناته نهاية المطاف. فسبحان الله بس انحت الظروف والله سبحانه وتعالى يسر وفتحت الأبواب، عدت الثانوية مرة ثانية على أساس تدريب الجامعة وكذا، والحمد لله جبت نسبة، كملت البكالوريوس بامتياز بفضل الله مرتبة الشرف، وبعدين سجلت في الماجستير والحمد لله حصلت عليه، بعدين سجلت في الدكتوراه. فالمسيرة يعني ما تنتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعني وينفع الناس بهذا العلم البسيط اللي عندي إن شاء الله. مسيرة حافلة بالنجاح ومستمرة إن شاء الله. الله ربي يوفقك أيضا في حياتك القادمة من بعد ما خلصتي دراساتك كلها في ما يخص طبعا الجانب اللي هو العلمي، ولكن بعد هالتحصيل هذا الطويل من العلم والدراسة وتحفيز الوالد لك رحمة الله عليه بأنك اليوم صرتي دكتورة وصلتي للاسم، فهذا جانب بالتأكيد لو احنا نقول في موضوعنا مثل ما قالت أم فهد قبل شوي، وهو النجاح موضوع حلقتنا. نعم. سر من أسرار النجاح. نعم. إذن هو الحافز، شلون الواحد يحفزك في البداية، شلون يعطيك الإشارات والإيجابية اللي ممكن توجهك مستقبلا. نعم. طريق يعني يكون دائما طريق النجاح، إذا يكون عندي ساعات في البداية يكون عندي الدنيا ظلمة، لكن سبحان الله دامني راضي ربي وراضي أهلي وراضي والديني، أكيد سبحانه وتعالى راح يفتح لي جانب مضيء وينير لي عشان أمشي فيه وأستمر فيه. نعم. فهذا يمكن طريق من طرق النجاح اللي أنت وصلتي لها. يعني الإنسان يثق بقدراته ويثق أن الله سبحانه وتعالى يعني عطاه كل الإمكانيات اللي تأهله أنه هو يقدر، يعني اللي صاروا مو أحسن من اللي ما صاروا، لكن هذا الإنسان اللي يرتب نفسه ويرتب أفكاره ودائما يسترجع ويستذكر الأشياء اللي تحفزه وتشجع انه يتقدم، انا اعتقد انه هو يقدر يوصل يعني. يعني طيب دكتور، بما ان احنا تونا خالصين من شهر رمضان، عسى الله يعود علينا ان شاء الله الجميع باحسن حال، يمكن في هذا الشهر الفضيل الكل يحس في راحه نفسيه وهدوء وسكينه، شلون نحافظ على هذا الهدوء والسكينه لبعد رمضان، يعني نتم في هذا الشعور وهذا نقول الشعور الهدوء والسكينه اللي داخلنا نحافظ عليه. بلا شك شهر رمضان احنا نعرف انها هي محطة اجبارية ان الانسان يتزود فيها بالوقود، عاد كل واحد يعرف شنو الوقود، الناس تاخذ الطابع العام اللي هو الوقود الايماني، بلا شك ان احنا نتقرب فيه لله سبحانه وتعالى، نهذب انفسنا، تكثر العبادات فيه، تصفد الشياطين، هذه امور دينية، لكن تعاني من الجانب النفسي، انا شنو استفدت من شهر رمضان من الجانب النفسي؟ في رمضان الانسان دائما سبحان الله بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، بهدوء النفسي، بانشغاله بالعبادات وبالأمور الحياتية البسيطة اللي هو فيها، يصير عنده نوع من السلام الداخلي. إحنا هذا السلام اللي إحنا ننشده الإنسان في كل حياته، كل هذا التعب اللي قاعد يسويه والشوفين قاعد يجتهد حتى يصل إلى نقطة السلام اللي تحقق له السعادة والاستقرار. ولذلك بعد رمضان لابد إن إحنا نشوف شنو الأشياء اللي كنا نسويها في رمضان، لابد إن إحنا على الأقل نستفيد منها ونمارسها أيضا في بعد رمضان. يعني أنت شنو كنت تسوي؟ مثلا يقول لا أنا كنت أصوم بس الحين مو صايم، يعني على سبيل المثال أنا كنت أروح صلاة التهجد أو القيام كذا وأنا الحين ما أروح مثلا. يمكن الأجواء العامة بعد دكتورة تساعد، يعني لها دور فعال. بلا شك الأجواء تساعد مثل ما قلت لك، لكن أنا مع نفسي أنا طلعت منه شو استفدت؟ هل أنا راح أرجع؟ يعني هل هي عبارة عن صفحة خلاص من يعني كل شهر من أشهر حياتنا صفحة تعتبر في صفحات كتابنا في هذه السنة، هل هي صفحة خلاص أنا أقلبها بس ما أستفيد منها شيء؟ ولا بالعكس أنا أوظف شنو الأشياء اللي استفدت؟ الهدوء،
الهدوء، السكينة، التقرب إلى الله، حب الناس، التعامل، التعاون. يعني أنا برمضان كنت أشوف كل الناس اللي حوالي الحمد لله الحمد لله كلهم مبتسمين سعيدين بشوشين وأي شيء تطلب منها وده يسوي لك إياه ويساعدك، يعني الحمد لله. فإذا هذا السلوك هو اللي أسعدني وأسعد غيري، فليش إحنا ما ننقله إلى ما بعد بعد؟ فالشهور كلها واحدة، يعني صد شهر رمضان مميز لكن عند الله هي شهور واحدة، ولا بد إن إحنا نستفيد منها ونستمتع ونحس بالسلام معنا ومع غيرنا. هذا يعني الشيء الحلو اللي يقرب الواحد من طبعا ربه. فإحنا عباد الله دائما نسعى إن إحنا نسوي الأعمال هذه والعبادات هذه عشان يتقبل الله منا في القبول حسن طبعا. نعم. ولكن مثل ما قلت الواحد لازم يستمر، الاستمرارية في الشيء، ما يطوي الورقة هذه في ورقة كأنها راحت. الأعمال الصالحة اللي سواها تروح بعد رمضان كذي، التعب اللي تعبه كله يروح عليه. في ناس يمكن لهت في الطبخ وغيره من الأمور هذه أكثر ما هي لهت في العبادات. للأسف. البعض احنا نقول اللي ما استثمر وقته في رمضان. نعم. خلينا شوي نطلع من موضوع رمضان ونتكلم شوي عن 2000 ساعة اللي انت قمتي فيها من خلال طبعا مكتب الانماء الاجتماعي. نبيش تكلمين عن هالجلسات هذه وش اللي فادت فيه، وكانت طبعا في تكلمت عن مشاكل نفسية كانوا عاملين. نعم طبعا هي الألفين هذه من سيرة ذاتية قديمة، أنا أتوقع الحين هي يعني تجاوزها 3000 أو 4000 ساعة. طبعا أنا مسيرتي كانت فعلا يعني بدايتي كانت مع مكتب المال الاجتماعي. كنا نقدم جلسات إرشادية أو استشارات نفسية، كنت تخصصي أنا نفسي في الأمراض والكلينيكال سايكولوجي يعني الأمراض النفسية. والحمد لله استمرت إن إحنا نقدم هذه الجلسات للمتضررين ما بعد يعني الصدمات وغيرها. لكن بعدين قام يعني المجال انفتح أكبر، فكنا ناخذ جميع الأمراض أو خلينا نقول المشكلات أو الاضطرابات النفسية. بعدين أنا استقلت، يعني عندي الحين شركة ثوابت وأنا أقدم استشارات خاصة بروحي. طلعت من مكتب الماء لكن لهم فضل كبير طبعا علي ما أنسى. البعض يعتقد بأن الاستشارة هي فقط حق الإنسان اللي يعاني من مشاكل أو من أمراض أو من... لا طبعا، يعني إحنا لما نتكلم عن الجانب الحياتي المهم فينا عندنا اللي هو الصحة النفسية، إحنا لما نقول شنو هي الصحة النفسية هو أن الإنسان يكون فعلا يخلو من الأمراض لكن في نفس الوقت يسعى إلى تطوير ذاته، التنمية، أن يكون دائما إنسان إيجابي يعيش الحياة الإيجابية. هذا الإنسان أحيانا يحتار، يعني يقف في نص الطريق يحتار يبي من يدله، فإحنا دورنا كمرشدين أو كاستشارات نفسية نقدم هذا الجانب. فأنا ودي أشيل هذه النظرة عند الناس إن أنا ما أروح مكتب استشارات نفسية إلا إذا كنت أنا أعاني من اضطراب، أو للأسف البعض يعتقد أو يصف نفسه بالجنون. هذا مدام مجنون إحنا نودي عند طبيب نفسي. وأيضا في خلط بين الطبيب النفسي والأخصائي، إحنا نعتبر أخصائيين يعني إحنا خريجين، إحنا عندنا دكتوراه في علم النفس زين، لكن إحنا درسنا في كليات الآداب والعلوم المجتمعية. أما الطبيب بلا شك هو درس في كليات الطب ثم تخصص في الأمراض النفسية، ولذلك هو مهمته أنه هو يشخص أدوية نفسية. طبعا دورنا ودوره متكامل، هو يقدم العلاج الدوائي وإحنا بدورنا نقدم الاستشارات واللي هي المقصود فيها العلاجات النفسية السلوكية والمعرفية، نغير طريقة تفكير المريض ونعطيه منهجية معينة في كيفية التعامل مع الأحداث والأمور وتفاعله مع الآخرين حتى يكون هناك عنده استقرار. فأنا أتمنى يعني أن الناس تغير هذه النظرة، والمكاتب اللي موجودة سواء الخاصة أو حتى سواء المكاتب اللي تابعة للحكومة اللي تقدم استشارات نفسية، هي يجب أن ينتقل الإنسان منها الصحيح. لأن يعني للأسف وهذا الكلام أنا أقوله علني، البعض يعني يصلح في الدورات التدريبية، عنده دكتوراه يصلح في الدورات التدريبية لكن لا يصلح في العلاج لأنه ما درس أكاديميا العلاج النفسي أو الاضطرابات أو الأمراض. ولذلك إذا دخل في المجال شوية تتلخبط السالفة. فأنا يعني من برنامجكم أتمنى أن كل واحد يعني فعلا التخصص شيء مهم جدا، مدام أنا تخصصي يعني يتكلم باللي يفهم. إيه نعم، يعني أنت مدام عندك تخصص وهذا التخصص يعني لا تتوقع إحنا قدمنا يعني الجلسات أو وصلنا إلى هذه المرحلة من غير دراسة أكاديمية ومن غير تدريب فعلي عملي. لكن اللي يأخذون دورات تدريبية أو يمكن دكتوراته مو في هذا المجال، يعني هو عنده دكتوراه في علم النفس لكن علم النفس مجالات وايد واسعة، مو كل متخصص في علم النفس يقدر يقدم الاستشارة النفسية. دكتور يمكن حتى نوع الأمراض تغير، يعني أول نقول في السابق أجدادنا أو حتى اللي قبل كلمة وسواس نسمعها بدر، لا توسوسين، ما تشربين بنفس الجلاس. الحين طلع شيء جديد يمكن مع قاعد يواكب العصر أو نقول الانفتاح اللي صار
وسواس قهري. شنو الوسواس القهري؟ وفي منه أنواع وفي منه علاج، يعني علاج دوائي أو علاج يعني يحتاج إني أروح لدكتور نفسي. نعم شوفي بس عشان نفرق، أول الناس لما تقولش لا توسوسين، أول يعني هذه كانت كلمة دارجة دكتورة عادي. صح. يعني أنت مثلا تبي تروح تقدم تحت تقول أنا خاف ما أنجح، تتردد لا مدارس عدل، نقول لا توسوس وتعود من إبليس وروح. بالفعل هذا شكوك، هذه ما تسمى وسواس، بس إحنا بالعامي كنا نقول قاعد يوسوس، لكن هي في الحقيقة شكوك إني أنا أحس إني أنا ما أديت أداء عدل أو خايف من المستقبل إنه ما يطلع بالصورة اللي أنا أبيها فأتردد، فهي نوع من التردد أو الشكوك. لكن لما نتكلم عن وسواس قهري لا، هذا اضطراب، هذا ما له علاقه لا بالشكوك اللي احنا نتكلم عنه. انواع دكتوره الوسواس القهري. نعم. الوسواس القهري عباره عن مجموعه من الافكار والاندفاعات والصور يشوفها المريض وتخليه بعد ذلك تلخبط حياته وتعطي نوع من الالحاحات انه يقوم بفعل معين. اعطيك مثال بسيط، اني انا عندي اعتقاد وفكره وصوره ان مهما توضيت حق الصلاه، انا ما ابي اربطها بالصلاه، اقول الاستحمام، مهما استحميت انا ما قاعد انظف الا لما على سبيل المثال اخلص مثلا اي شامبو، بطل شامبو، بطل هذا او صابونه كامله، واقعد في الحمام مثلا تكرمين ساعتين او ثلاثه، هني انا نظفت. اذا احد طق عليه الباب او قطع عليه فيعيد من جديد ولا كانه سوى شيء، دائما في كل صلاه او في كل فرض يتسبح. فمثل هذول الناس يعانون من وسواس يسمى الوسواس القهري، لان الصوره موجوده عندهم، يشعر بوجود هذه الالحاحات اللي تخليه يقوم بالفعل القهري اللي احنا نسميه الفعل القهري، يعني اظل اسبح واغسل اكرر الصلاه، افتح باب اسكر. هذه في مشاكل صحيه ثانيه دكتوره. نعم بلا شك طبعا، يصير عندهم مشاكل في الجلديه، مشاكل اكزيما، يعني لا عد ولا حصر. الشيء الثاني والاهم ان حياتهم تضيع وهم بس قاعدين يقومون بهذا الفعل القهري اللي يحسون نفسهم مجبورين عليه. انت سالتيني سؤال، هل في علاج دوائي ولا في علاج؟ في الاثنين، في العلاج الدوائي والعلم تطور ما شاء الله، وهناك الاطباء النفسيين عندهم ادويه خاصه لعلاج مثل هذه الالحاحات حتى تهديها وتخفضها. ما له سايد افكت دكتوره؟ الادويه لا بلا شك، يعني شوف ما في دواء، حتى الدواء العادي يقول لك له سايد افكت. لا بس يعني انا اقصد مثل هالادويه هذه. نعم. لمرض الوسواس القهري مثلا. نعم. هل الاستمراريه في الدواء واخذ الجرعات المناسبه لهذا او لعلاج هذا المرض تاثر فيه؟ احنا ما نقول تاثر سلبا، هي تاثيرها الايجابي اكيد اكثر بكثير، ما بقول فيها تاثير سلبي، لكن الانقطاع المفاجئ والاخذ انك تاخذها بشكل عشوائي هذه لها تاثير سلبي بلا شك. ولذلك احنا دائما ننصح المرضى اللي ياخذون ادويه نفسيه لا تخبط على كيفك ولا تستشير الناس، روح عند الطبيب نفسه وهو يقرر لك شلون تدريجيا وشلون تاخذ، حتى الجرعه يعطونها بزياده وحتى الجرعه يخفضونها بنقصان يعني بهدوء وبتدريج. لكن لها عشان كذي دائما الطبيب يقول له روح عند الاخصائي يعلمك الاسلوب والسلوك اللي انت تتبعه علشان يكون لك منهج انت تمشي عليه، عشان لخذين الدواء يظل الاسلوب والسلوك هو. فاحنا دورنا في يعني كعلاج حق الوسواس القهري بشكل سريع، يعني طبعا نحاول نعرف ونفند كل الامور الوسواسيه اللي موجوده او خلينا نقول السلوكيات القهريه اللي موجوده عندهم، بعدين ناخذ سلوك ونحاول ان نمنعه من القيام فيه. يحط ساعه تايمر، والله كان يقعد نص ساعه بالحمام، هذا تعال نحط لك الحين ربع ساعه، بعدين نحط لك 10 دقائق، الى ان نوصل الى الرتم الطبيعي الزين. وفي حاله استجابه الدكتوره؟ اي نعم والله بلا شك، الحمد لله رب العالمين. يعني انا يمكن صار الحين قربت 20 سنه في مجال الوسواس القهري، يمكن لاني انا في الماجستير اصلا اشتغلت، يعني رساله الماجستير كانت تطبيقها على المقارنه بين العلاج السلوكي والدوائي لمرضى الوسواس القهري، وبعد ذلك الحمد لله لقيت النتائج، وفعلا يعني وايد ناس الحمد لله استجابت. لكن في ناس هي عندها يعني خوف، في ناس عندها تردد، حتى في الامراض والمشاكل الثانيه، حتى المشاكل الزوجيه لما تينا في ناس تلقين تقول انت بس قولي لي انا مستعده امشي على الخطوات، يمشون على الخطوات اللي احنا نعطيهم اياها تصير حياتهم من احسن ما يكون. في ناس يكون شويه كسول، متخاذل، متراجع، متردد، يحس انه لا استجابه. لكن في ناس هي عندها يعني خوف، في ناس عندها تردد، حتى في الامراض والمشاكل الثانيه، حتى المشاكل الزوجيه لما تينا في ناس تلقين تقول انت بس قولي لي انا مستعده امشي على الخطوات، يمشون على الخطوات اللي احنا نعطيهم اياها تصير حياتهم من احسن ما يكون. في ناس يكون شويه كسول، متخاذل، متراجع، متردد، يحس انه لا المرض اقوى منه. ف
فأنا أقول يعني لابد أن الإنسان هو يشجع نفسه بنفسه، يتأكد أن الشيء اللي قاعد يسويه فعلاً راح يوصله حق الهدف اللي هو الشفاء التام بإذن الله. ممتاز. إحنا شيء حلو هذا مفاد لما نشوف التحفيز يدخل في عنصر لعلاج أمراض معينة موجودة منه، سواء إن كانت هي مثل الوسواس القهري، لكن الحين نبي نعرف الفرق ما بين الوسواس القهري والاكتئاب. نعم، طبعا هذا اضطراب وهذا اضطراب ما له علاقه يعني بالاضطراب، وهم يمكن يطلعون مع بعض يعني يوجدون عند نفس الشخص. اي نعم، يعني انا من كثر الوسواس اللي فيني مثلا يصلي يصلي يكرر يكرر يكرر، بعدين يبتعد يصير انه صلاته يخاف منها يتردد، هذا ينعزل ما يصلي مع الناس، يدخل في مرحله اكتئاب. ليش؟ بسبب سلوكياته المزعجه اللي هو اصلا قاعد يسويها مجبور، يحس انه مجبور مو قادر يطلع منها. واحيانا يعني اغلب الوسواسيين ممكن يصاحبهم اضطراب الاكتئاب، لكن المكتئبين مو شرط يصير معاهم وسواس قهري، لان هذا اضطراب وهذا اضطراب. الاكتئاب هي حاله انفعاليه يشعر فيها المريض او خلينا نقول المضطرب بانه هو حزين، الدنيا سودة بعينه، متشائم لابعد الحدود، الحياه ما لها طعم، كل شيء نفس الشيء. لما تيجي تتكلمين حتى عن الاشياء اللي كان يحبها تصبح الاشياء بالنسبه له كلها بطعم واحد، بالحقيقة ما لها طعم. يصير عنده قلة نوم أو إفراط في النوم، فقدان شهية أو زيادة، شبه غالبا يصير عندهم فقدان للشهية. فهذا اضطراب بروحه، وطبعا أيضا إحنا نشتغل عليه كأخصائيين في تغيير هذه الأفكار المعرفية الموجودة عندنا. طيب دكتورة، الوسواس القهري ما له عمر معين ولا لفترة معينة، وقد يصاب نقول الشخص فيه فجأة. هناك الكثير للأسف من نقول الأطباء النفسيين بدأ عندهم علاج المرضى نقول بزنس وتجارة. شنو رايك في هذا النوع؟ يعني يستخدمون عفوا شنو؟ يعني بدل ما يحتاج نفرض ساعتين ثلاث ساعات أو جلستين ست جلسات، يمكن يعطيه وقت أطول. نعم، يعني نعم. في نوع من الدكاترة كذي. شنو نعم. رايك في هذه النوعية؟ لا شوف، يعني إحنا بلا شك أنا لما أتكلم عن علاج الأمراض النفسية الأخصائي يعني الدكتور المتخصص في الاضطراب يعرف مدى عمق أو خلينا نقول شدة الاضطراب. الشدة أنا لما أقيس الشدة طبعاً وفقاً لمقاييس معينة استخدمها. يعني قطع كلامك، في ناس طبيعية يعني أنا نعم. مروا علي ما فيهم شيء، يعني أسرة سليمة، في تكافؤ، في استقرار أسري، نعم. فجأة حاشم يعني نعم. حاشة وسواس قهري. يصير يعني شوفي هي في عمر كبير مو عمر صغير. نعم، هو ما لا يعني عمر محدد، وقد يكون في بعض التبعيات، وقد يكون هي من يوم صغيرة شايفة مثلاً أحد أفراد أسرتها يتصرف بهذا التصرف، لكن لما صارت بعمر معين وصارت عليها ضغوطات ومسؤوليات زيادة بين هذا الاضطراب. لكن أنت سألتيني يعني البعض أنه يقول له والله تحتاج 10 جلسات أنت أمانة يعني إحنا ما نقدر نحدد، ولا أصلاً لازم نعطي المريض ونقول له والله أنت تبي 20 جلسة 20 جلسة لمدة سنة. هني هو راح يتشائم، هو ياي الحين يبي يتخلص من المرض اللي هو فيه. صحيح هو مو ضغطة زر ولا عصا سحرية، لكن في الحقيقة احنا لازم نعطيه يعني لمحة تفاعل. انا اقول له خل اشوفك مثلا مرتين، وان شاء الله ان شاء الله اذا انت اتبعت التعليمات باذن الله والتزمت في العلاج راح انت تكون يعني جلساتنا متباعدة، وانت راح تقدر انت تساعد نفسك بنفسك. فدور الأخصائي مو إن أنا المريض يعتمد علي، أنا دوري أعلم المهارات والأسلوب والطريقة علشان بعدين يكتفي بنفسه مع نفسه وهو يستمر بحياته، لأن أنا ما راح أدوم له في الأخير. نعم، أنا هذا تساعدينه وتوصلون وياه للطريق الصحيح اللي تأمنوا له فيه طريقة اللي راح يكمل فيه بقية مشواره. نعم، في ناس تحتاج تقعد معاها مثلا بالشهر يعني بالأسبوع جلسة مثلا مدة 4 جلسات، تلقى ما شاء الله بعدين خلاص تقول له تعالي بعد 3 شهور، تعالي بعد 6 شهور. في ناس لا، تحتاج انك انت تشوفهم مثلا بالأسبوع مرة لمدة مثلا 3 شهور، على حسب احنا نقيم هذه الحالة، لكن مو من البداية على طول انا اعطيه واسكر عليه الأبواب وانت تحتاج 20 جلسة وانت واظلم الدنيا قدامه. لا، انا اتمنى ان كل واحد يعاني من اي مشكلة يتأكد أن لكل داء دواء، ولكل مشكلة حل، ولكل يعني باب مخرج بلا شك. فهني يكون عنده هذا التفاؤل، وهو رقم واحد اللي راح يساعد نفسه. أكيد الواحد طبعا ما يروح ويراجع أي شخص بلا شك، لازم يتأكد تخصص في مجاله اللي هو رايح يعاني منه ويلاقي علاج لمرضه. نعم بلا شك. طيب دكتورة، هل من تعرض الإساءة في الطفولة يأثر عليه عند نقول كبار بالرشد؟ بلا شك. والله أنا سويت دراسة، ودراسة على ناس يعني بالغين راشدين،
وسألتهم على مدى إذا كانوا قد تعرضوا في طفولتهم للإساءة. طبعا الإساءة متعددة، منها الحرمان والأهمال والإساءة سواء كانت اللفظية أو الانفعالية أو الجنسية، يعني مجموعة. فأنا سألتهم إذا كانوا تعرضوا إلى مثل هذه الأشياء، وقست عندهم عدة شغلات منها اللي هي الاضطرابات الشخصية. فوجدت فعلا أن اللي يعاني من اللي يتعرض للإساءة في الطفولة فعلا يكون وصل إلى في مرحلة الرشد يكون عنده نوع من أنواع الاضطرابات. لكن مو معناته كل اللي تعرضوا يستمر عندهم هذه الإساءة ويظلون وبعدين يصير عندهم مثلا يعني خلينا نقول اضطراب أو مشكلة نفسية. لكن أغلب اللي تعرضوا إلى الإساءات في الطفولة تلقى تظهر على ملامحهم الشخصية أو على بعض المشاكل أو الأمراض عندهم في الرشد. دكتورة الأمانة تشرفنا في تواجدك ويانا في برنامج جديرة، وإحنا الأمانة استمتعنا في حوارنا معك وأيضا الاستفادة من ما يخص هذه الأمراض المتعلقة بالمشاكل النفسية. ورسالتنا اللي إحنا بدورنا نوجهها أنا وزميلتي افتخار بأن أي شخص يعاني من الأمراض لا يخجل بأنه بيوم يراجع المتخصصين والدكتور المتخصص في مجاله. لا تروح حق أي أحد وتأخذ منه الأمور اللي هي ما تفيدك، ممكن أنها تضرك ولكن في مقابل مادي. وايد قاعدين نشوف الأمر هذا أو من البعض للأمانة عشان ما نجمع، اللي هو نشوف منه المقابل المادي قاعد يصير هو توجه الناس هذه اللي ممكن هي تعالج في ما يخص طبعا الطب والعلاجات النفسية. نعم، يعني الأمور أنت تدري يعني مثلا المكاتب الخاصة بلا شك هي يعني فيها مقابل مادي، وأحيانا تكون المادة مقابل الخدمة المقدمة تحتاج أن أنت عشان تسوي خدمة راقية جدا يعني حق العميل أو نقول حق الضيف إحنا نسميه، تحتاج أن يكون أيضا السعر شوية مرتفع. لكن أيضا في جانب الحكومة موجود ومتوفر، يعني في اللي يبي الجانب مثلا المجاني موجود، أما الجانب المادي إحنا مضطرين علشان تمشي الأمور. لكن مو معناته أن الواحد يستغل العميل. والله أنا بعض الحالات أما للأمانة تدخل عندي ويكون علاجها دوائي بحت، على طول اتصل في الزميل يكون عندي ارقام الاطباء زملائي، اقول له دكتور انا الحين راح احول لك الحاله، اقول له انت اطلع من عندي انا ما قدمت لك شيء، اخذ فلوسك ويمشي. والله يعني هي امانه احنا راح نحاسب عليها. نعم. هذا من طيب. الله المستعان. هذا من طيب. الله يبارك فيك دكتوره، الكلام معك جدا جميل. يعني نبي كلمه اخيره ونصيحه اخيره ايضا لمشاهدينا، بما انك اليوم يعني اول ضيفه معنا في اول اطلاله حق برنامجنا الديره. الله يبارك فيكم ما شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نوفق مشاهدينا. وانا اقول لهم مو عيب ولا خطا اذا كنت انت تعاني من اي مشكله نفسيه او تحس ان في لخبطه حتى في حياتك حتى في تعاملاتك، هناك متخصصين ناس تقدر ترشدك ويكونوا محايدين وتتوجه لهم وتروح وتخلص المشكله من باسرع ما يكون، من احسن يعني ما يكون باذن الله. كل شيء حياك الله دكتوره وشرفنا في لقائك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الثانيه، راح يكون معنا ضيف مميز انتم كلكم تحبونه واحنا بعد نحبه. فاصل وراديه.